الرياضي سي زكريا الغريب، وكذلك رئيس الشؤون الرياضيه والثقافيه الاجتماعيه سي محمد الرباطي اللي شرفونا بالحضور ديالهم مع افتتاح هذه البطوله الوطنيه. لا يفوتني الاوان الا وان انني نشكر الاستاذ ديالي الخبير الدولي والمسؤول عن الكونغ فو جولونغ فودا فوكوتريان بالمغرب الاستاذ هشام بن حمادي اللي كنوجه ليه الشكر الخالص من هذا المنبر، لان ما بخلش عليا ولو بمعلومه واحده في تنظيم هذه التظاهره بهذا الشكل. كنتمنى انني يعني التوفيق لجميع الممارسين، كنتمنى التوفيق لجميع الجمعيات المشاركه، وتنشكر جميع يعني جميع كل من ساهم في انجاح هذه التظاهره الرياضيه او العرس الرياضي. كنشكر كذلك جريدة صوت العدالة على تلبية الدعوة وحضورها معنا في هذا الحدث المهم، وشكرا.